عنده خفة ظل مش موجودة عند كتير من الفنانين، واتولد في ظروف صعبة ورغم كده قدر يحقق حلمه ويبقى واحد من أهم مشاهير التيك توك وبيتابعه ملايين على السوشيال ميديا. تعالوا أقول لكم مين هو ميتو الشمسي وإيه هو الداء الصعب اللي مصاب بيه، وهل فعلا رحل عن دنيتنا، ومين هي خديجة اللي بتظهر معاه دايما في فيديوهاته، وكمان هنعرف هل هو شيعي ولا لا. تابعونا للنهاية. اسمه الحقيقي مصطفى منقى، واتعرف باسم محمد ناصر الشمسي واشتهر باسم ميتو الشمسي. هو شاب سعودي اتولد سنة 1999 في الدمام، وكان من صغره معروف بخفة الظل، وكان دايما عنده روح الدعابة وبيقدر يرسم الابتسامة على كل أسرته وأصدقائه وزملائه. ميتو كان عنده موهبة تقليد الأشخاص من صغره، وعنده قدرة غريبة يغير نبرة صوته، ومش بس كده، ده كمان كان بيقدر يألف مواقف كوميدية مع أصحابه وأسرته، وبعدها شجعوا أصحابه يقدم فيديوهاته المضحكة دي على السوشيال ميديا. وفعلا قرر ميتو يكتب سكريبت لشخصيات ومواقف كوميدية، وفي سنة 2016 أنشأ محمد قناة على اليوتيوب ونزل عليها فيديو كوميدي، وتفاجئ من رد فعل المتابعين اللي عجبهم الفيديو جدا وشجعوه يقدم المزيد من الفيديوهات. وبعدها بدأ ينزل فيديوهات بشكل يومي رغم إنها كانت بتاخد وقت طويل لكتابتها وتحضيرها، وبعد كام شهر قرر يدخل عالم التيك توك، ودي كانت انطلاقته الحقيقية لأن المتابعين بتوعه ازدادوا بشكل سريع ووصلوا في ظرف وقت قصير لمليون متابع. من المفاجآت اللي المتابعين ما يعرفوهاش عن ميتو انه مصاب بداء السكري من صغره، ورغم كده قادر يتعامل معاه بتنظيم اكله وتناول الادوية المناسبة لحالته. كمان ميتو بيعشق لبس الكاجوال وبيكره يلبس البدل الا في اوقات نادرة. وبعد ما بدأ ميتو يتشهر كتير من المتابعين كانوا بيحاولوا يعرفوا اكتر عن حياته واسرته، بس هو فاصل فيديوهاته والمحتوى اللي بيقدمه عن حياته الشخصية وبيعتبرها خط احمر وما بيحبش يتكلم فيها. اقرب حد لميتو الشمسي على السوشيال ميديا هي صديقته خديجة اشرف، ودايما بينزلها صور بتجمعهم سوا وقدم فيديو كوميدي هو بيتقدم للزواج منها، بس هي رفضته. رغم انه انكسر الدنيا على التيك توك الا ان قناته على اليوتيوب فيها 3 مليون مشترك، والقناة فيها 290 فيديو عبارة عن مواقف من الحياة بتتعرض للمتابعين في إطار كوميدي ساخر، والفيديو الواحد ما بتقلش مشاهداته عن مليون مشاهدة. كمان إجمالي مشاهداته على اليوتيوب وصل ل 93 مليون مشاهدة، وده رقم كبير جدا على شاب بيكتب وبيقدم المحتوى لوحده. ومش بس كده، ده كمان بينشر 3 فيديوهات على الأقل في الأسبوع. أما التيك توك فبيتابع ميتو 15 مليون متابع وبيتفاعلوا مع فيديوهاته اللي بيقدمها، وعشان كده كان لازم يطور من نفسه ودخل شخصيات جديدة زي الأم وسماها أم محمد واستحيلة وأبو محمد وفهودي، وعدد فيديوهاته على التيك توك وصل ل 300 فيديو، والفيديو الواحد بيحقق 2 مليون مشاهدة على الأقل، وعدد إجمالي مشاهدات فيديوهاته على التيك توك حققت 300 مليون مشاهدة لحد دلوقتي، وده رقم بيعكس قد ايه هو محبوب والمحتوى اللي بيقدمه بيعجب شريحة كبيرة جدا من المتابعين. وكان اكتر فيديو حقق نجاح لي هو فيديو اصبح ترند وحقق له 47.6 مليون مشاهدة. كمان نجاح ميتو انعكس على انستجرام اللي كان اخر منصة يشترك فيها على السوشيال ميديا، ووصل عدد متابعينه ل 6 مليون متابع. وبسبب النجاح الكبير لميتو الشمسي حصل على جائزة افضل صانع كوميدي في الشرق الاوسط، وده كان سنة 2019. ميتو الشمسي طلع كلام كتير في السوشيال ميديا انه شيعي، بس الكلام ده مش حقيقي لان هو وكل عيلته بيتبعوا الديانة الاسلامية السنية، والكلام عن انه شيعي مجرد اشاعة غريبة ومش مفهومة. والمفاجأة الكبيرة بقى حصلت بعد انتشار اخبار على السوشيال ميديا بتأكد رحيل ميتو بشكل مفاجئ، وحصل ضجة كبيرة بين المتابعين، بس بعد التأكد من مصدر المعلومات عرفنا ان فعلا في شاب اسمه ميتو رحل وهو بلوجر برضو، بس الموضوع كان مجرد تشابه في الأسماء.